بعد انتهاء مهمته اليومية في تدريس فن النحت لطلاب كلية التربية الفنية، يترك الفنان محمد إسحاق لنفسه مساحة من الإبداع، يقوم فيها بتشكيل منحوتاته وتمثيله رغم فتاوى التحريم وهجوم من رجال الدين على هذا الفن، كان آخره معركة التماثيل العارية بين الداعية خالد الجندي والكاتب خالد منتصر. المجتمع المصري طبعا لا يقبل هذه الرؤية ولا يقبل هذه المفاهيم في عرض هذه الأعمال الفنية التي لا تتناسب مع ثقافة المجتمع وعادات وتقاليده أو حتى مستوى أو الفكر العقائدي أو الديني الممثل في الديانات الإلهية اللي موجودة في مصر. فهو هجوم غير مبرر نهائي لهذا الوضع، لأن لم يوجد ولن يوجد هذه التماثيل في مصر لأنها لا تتماشى مع ثقافة المجتمع المصري. تاريخ طويل من فتاوى وهجوم رجال دين على الفنون شكل سيفا مشهرا في وجه الإبداع، أقاد فنانين ومبدعين إلى ما وراء أسوار السجون بدعوى مخالفة آداب المجتمع وأخلاقه. الأزهر طلب من مجلس الدولة إصدار فتوى تسمح له بأن هو يتدخل في أي عمل فني أو ثقافي بيمس، وبيمس دي بترجع له هو، سواء بأن هو يعدله أو يلغيه تماما أو يصدره. فيعني هو ده التأثير في أقصى صوره، يعني إن في النهاية الأزهر من حقه إن هو يمنع أي عمل فني. على مدار تاريخها شكلت الفنون إحدى مصادر قوة مصر ودورها الذي تحاول استعادته في ظل حرب شرسة تخوضها ضد الإرهاب، لكن معركة فكرية صعبة تدور حول حرية الإبداع وحدوده في ظل الدعوة لتجديد الخطاب الديني.